حول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة. أهلا ومرحبا بك. بداية، ما هي العوامل التي ساهمت في فوز مركز البحرين العالمي للمعارض بجائزة أفضل مركز معارض ومؤتمرات جديد في العالم لعام 2023؟ مساكم الله بالخير وشاكرة لكم هذه الاستضافة. طبعا في عوامل كثيرة ساهمت في هذا الفوز المستحق لمركز البحرين العالمي للمعارض، وجاء هذا الفوز بعد منافسة مع مراكز معارض ومؤتمرات كبيرة، منها مراكز في الهند ونيوزيلندا. طبعا مركز البحرين العالمي للمعارض يمتلك إمكانات ضخمة وخدمات أيضا مبتكرة، غير المرافق الاستثنائية المجهزة بأحدث ما توصلت للتقنيات المتطورة في عالم تنظيم المعارض والمؤتمرات الكبرى. وهذا الشيء تحديدا يضع المركز في مصاف أفضل المراكز المعارض والمؤتمرات الجديدة على مستوى العالم. طبعا لا يخفى عليكم أن المركز في عامه الأول احتضن عدد كبير من المؤتمرات، العديد منها أقيم لأول مرة في مملكة البحرين، وبعضها الآخر أقيم على مساحة أكبر من النسخ السابقة بفضل ما يملكه المركز من مساحات عرض كبيرة، مما يمكن المركز من خدمة احتياجات الفعاليات الكبرى، إضافة إلى طبعا الفعاليات الأصغر حجما. المركز في عامه الأول أثبت نجاحه في احتضان أكثر من فعالية كبيرة في وقت واحد وتحت سقف واحد، وطبعا لقى استحسان ورضا المشاركين في الفعاليات وزوار المركز الذي هم بدورهم أبدوا إعجابهم بالمرافق العصرية. نعم، أيضا سعادة الوزيرة، برأيك ما الذي يميز مركز البحرين العالمي للمعارض عن غيره من المراكز الأخرى في مجال المعارض والمؤتمرات والذي يعني أهله للفوز بهذه الجائزة؟ موقع مركز البحرين العالمي للمعارض هو فعلا موقع استراتيجي، يقع هذا المركز في قلب منطقة الشرق الأوسط، إضافة أنه يقدم خدمات مبتكرة ويمتلك مرافق عصرية وحديثة تمكنه من استضافة مختلف الفعاليات سواء كانت إقليمية أو دولية، من مؤتمرات ومعارض ومنتديات وغيرها. وهذا الأمر يميز مركز البحرين العالمي للمعارض عن العديد من منافسيه. المركز يمتلك أيضا مساحات وقاعات متعددة الاستخدامات ومجهزة بأحدث الخدمات التقنية لاستضافة مختلف الفعاليات الإقليمية والدولية، وفي مرونة فائقة في تغيير مساحات المركز بما ينسجم مع جميع أنواع الفعاليات وأحجامها. نعم، أيضا سعادة الوزيرة، يعني ما هي التطلعات المستقبلية لمركز البحرين العالمي للمعارض بعد حصوله على هذه الجائزة المرموقة؟ مركز البحرين العالمي للمعارض حاليا يستعد لاستقبال عشرات الفعاليات الجديدة في الفترة القادمة، وأيضا يتلقى المركز عدد كبير من العروض واهتمام متزايد من قبل منظمي الفعاليات الإقليمية والدولية اللي يرغبون بتنظيم فعالياتهم القادمة في مملكة البحرين. طبعا المركز بيستضيف خلال العام المقبل عدة فعاليات تقام لأول مرة على مستوى المملكة، أبرزها المنتدى العالمي لسياحة الأطعمة بنسخته التاسعة اللي هو يعتبر أكبر فعالية عالمية في سياحة الأطعمة، وجاء ذلك طبعا بعد إعلان منظمة السياحة العالمية عن اختيار مملكة البحرين لاستضافة هذا الحدث العالمي لأول مرة على مستوى المنطقة. كما أيضا سيستضيف المركز النسخة 29 من معرض ومؤتمر النقل الجوي العالمي لاستراتيجيات تطوير الطرق الجوية لأول مرة. نعم، تمنياتنا لكم بالتوفيق سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، شكرا جزيلا لك.